بوصوف اللاعب الموهوب الذي كثر الحديث عنه من جانب الوفاق، من جانب ساكنة سطيف ومتتبعي الفريق. بوصوف بوسيف عفوا وليس بوصوف بوصوف تعود الكرة، ماذا يفعل؟ يراوغ في 20 دقيقة أمام الملاحة مثلما ينادي أنصارها الحاضرون على مدرجة ملعب عمر حمادي هنا في بلوغين. بوصوف ينطلق، يراوغ يدخل منطقة العمليات والزول. اللاعب هذا الموهبة الصغيرة الشاب وقبله بوصوف، شاهدوا كيف راوغ واحتفظ بالكرة، دخل منطقة العمليات وزع وهيأ الكرة لأكرم جحنيط وتوري. شاهدوا كيف تعامل مع الكرة. هذا اللاعب موهبة واعدة، احتفظوا بهذا الاسم جيدا، بوصوف. مواهب شابة يصنع النجوم، يصنع بوصوف الآن ينطلق، يراوغ ببراعة يوزع. انظروا ماذا فعل البديل الموهبة بوصوف، كيف لا يلعب بوصوف أساسيا في عناصر الوفاق؟ سؤال يجب أن يجيب عنه ماضوي وكل القائمين على العارضة الفنية للوفاق، كيف لا يلعب بوصوف أساسيا في أكابر الوفاق؟ كيف لهذه الموهبة أن لا تستغل؟ سويباع إلى بوصوف، بوصوف ولمسة باليد، تغيير ممتاز للكرة. بوصوف على طريقة محرز، بوصوف أتحمل مسؤولية كلامي، على طريقة محرز، على طريقة محرز، وهي الكرة جحنيط. كرة خاطئة من أيد فرقان. بوصوف انظروا ماذا سيفعل بالكرة. أخطأ، تمريراته خاطئة لكنه يستعيدها. يراوغ مرة أخرى، نصر حسين داي تظهر بعد الإعادة، يعني غير مبا أمام موكي. بوصوف ممتع قرويمن إلى بوصوف، عراسه يستنجد بزميله وصديقه في صنف الأمال. كرة تعود لبوصوف، يراوغ لاعبين من جانب الوفاق إلى مولودية العاصمية بفوز واحد. هذه نتائج وترتيب الرديف مهمة جدا، مظلوم إعلاميا بطولة الرديف عندنا. مهارات واجي كان ينتظر منه الكثير، التحق بمدرسة اتحاد بوصوف يلا يا بوصوف. شيء خط المرمى حسب الإعادة، حسب الصورة. بوصوف يراوغ يتفوق على شريطية وعلى مواقي ويوزع. دباري ولي ولاش الفالطة ذاي، ولاش الفالطة إلا كان أدى ذاك إيسوي 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 بوصوف يودي سوسين بوصوف يسوي ويسين الفايدة تربوع سعدي رضوان ينطلق، كرة ومحاولة التوزيع، كرة ومحاولة للهدف الثاني، خطيرة للوفاق هدف ثاني للوفاق. إسحاق بوصوف الجوهرة الجديدة للكرة الجزائرية، جول ثاني 2-1.
ستيف يسجل هدف خالي وثمين. الكحلة تضرب بقوة مع الانطلاقة في الفترة الثانية. شوف اصحاب، شوف بوصوف، الله على تثبيت الدفاع والله على تسديدة يسارية في مرمى فريد الشعال. يشعل ستيف بأكملها في كرة ممتازة على غاية كبيرة من الدقة في مرمى المولدية. في كرة روض، في كرة ضرب، في كرة سجل إسحاق بوصوف. يا سلام، عاداتك يا هداف، عاداتك يا صاحب الشباك. إسحاق بوصوف يسجل ويعطي الأسبقية للوفاق في مباراة غير عادية، في مباراة يأخذ فيها الأسبقية الوفاق بعد أن كان متأخرا في النتيجة. الشعال يدفع عن سلبيا مع كرة الهدف الثاني في شباكه، كرة صغير، الشاب إسحاق بوصوف